انتهى النصف الأول من موسم 2018، معركة ولا أجمل بين فيراري ومرسيدس. الفيراري تحسنت في كافة النواحي وخاصة المحرك، المرسيدس ما زالت سيارة قوية لكن لم تعد مسيطرة. هذا ما يعطينا موسم انتظرناه طويلا. هاميلتون يتصدر الترتيب، لكنه وفيتل يدركان أن المعركة لم تحسم إطلاقا. فيراري خطفت الفوز من هاميلتون في أستراليا، لكنها كانت الأفضل وفازت في البحرين. هاميلتون خطف فوز في باكو في سباق دراماتيكي وسيطر في إسبانيا، فوز لفيراري في كندا، ومن ثم فوز لمرسيدس في فرنسا، كما فاز فريق ريدبول بثلاثة سباقات رائعة. خطف فيتل الفوز في عقر دار هاميلتون في سيلفرستون، لكنه أهدى الفوز في بلاده لهاميلتون بعد تعرضه لحادث. أما في المجر الفيراري كانت الأسرع، لكن أتت مفاجأة الأمطار وهاميلتون. كما هناك معركة رائعة في متوسط الترتيب بين رينو والفرق الأخرى بعد العطلة، وعلى أجمل حلبات الموسم تركب معركة مثيرة بانتظارنا.